عالم دبلجة فكيف كيعرفوا الناس بزاف وكيف صرحت بزاف ديال المنابر الإعلامية سي كنت كندير لا راديو قبل. من بعد تلاقيت واحد السيدة اللي كتشتغل معنا في الإذاعة واقترحتني للناس ديال الدوبلاج، قالت لهم كاين واحد لافواز بينو هادي ومشيت دوز كاستينغ يعني بحال كاع الناس اللي كيديروا الدوبلاج، وبدات ديك الساعة المسيرة ديالي في الدبلجة. كيف غنقولها وغنعاودها، بحكم الاشتغال في الإذاعة سنوات طويلة يعني ما كانش عندي مشكل، ما كانش داك التخوف من الميكرو، ما كانش كنت كندير حتى الإشهار بلس الانيماسيون راديو برامج داكشي، دونك ما كانش عندي صعوبات في الأول. كنت في الأول كانوا صعوبات فقط كيفاش غادي تبدا تلعب دور ما بين الأدوار اللي كانوا في المسلسلات اللي لعبت، يعني لعبت بزاف ديال المسلسلات، كان في الأول شوية صعوبات، ولكن بحكم الناس اللي خدامين تمايا كانوا كيكوتشيونا شوية في الأول، كتبدا بشوية بشوية حتى كتأدابتا، حيت الانيماسيون راديو ماشي هي أنك كتلعب دور في مسلسل، كيكون شوية لو جو، كيكون شوية طريقة الإلقاء، كيخصك دائما تشوف داك البيرسوناج اللي لاعب واش مقلق واش ضحك واش، دونك من بعد يعني نهار على نهار سيونس على سيونس كتحاول تحسن بشوية بشوية. ولعبت بزاف ديال المسلسلات، كنذكرهم بينهم حب في مهب الريح، ليلى، ميدين مانهاتن، عائلة ليلى، كاين بزاف ديال المسلسلات وبزاف ديال الأدوار للأسامي ديالهم كيغيبوا بطبيعة الحال. كيف كنقول دائما في 4 سنين ولا 5 سنين ديال الدوبلاج يعني كتلعب بزاف ديال الأدوار سواء منها رئيسية أو لا ثانوية. سير نجاح ديال المسلسل سامحيني كاين كيرجع بزاف ديال العوامل، أول حاجة القصة، وثاني حاجة السيناريو اللي مخدوم مزيان ومحبوك، يعني كاينه خلية ديال الكتابة اللي كتشتغل، وهما بطبيعة الحال كيشتغلوا على المسلسل سنين هذه ولحد الساعة، فهما باقين يعني في باقين كيتورنيو المسلسل، يعني مازال ما سالوش، وحنا حاليا حنا باقين خدامين في الدبلجة ديالو. هذا هو السؤال اللي كنسمعوا تقريبا يوميا 3-4 المرات، يعني اي واحد كنتلاقاه كيقول لك واش غيسالي المسلسل، المسلسل مازال باقي فيه تقريبا شي غتكون واحد 200 حلقة 100 و190، مهم ما كاينش بالضبط لانه فيه دي سيزون، وكيف كيعرف الجميع في القناة الثانية عندها يعني الاكسكلوزيفيتي انها كتضيع لي سيزون اللي جايين. السلام عليكم مشاهدي موقع إحاطة، كنحييكم من هذا المنبر وكنقول لكم تابعوا هذا الموقع، هذا طبيعة الحال اللي كيتميز بجميع الحصريات، أنا شخصيا كنتابعه دائما والأخبار الجديدة والحصريات دائما كنلقاها في موقع إحاطة. شكرا.